دراسة، دي طلبة بتتخرج، في طلبة تانية لسه داخلين بقى مدارس. احنا داخلين على موسم المدارس، قربنا خلاص وبدأت الاستعدادات لتجهيز طبعا اللبس والمستلزمات الدراسية. مع مطلع كل عام دراسي جديد بيكون في بعض التحذيرات وبعض الاهتمامات لجهات أو لحاجات معينة خاصة بأطفالنا. مش هنخبي على حضراتكم ان في مستلزمات دراسية سعرها عالي، وده بيخلي بعض أولياء الأمور ان هم يضطروا ان يشتروا إرضاء لأولادهم بعض المستلزمات زي صندوق الأكل وإزازة المية البلاستيك. كلنا عارفين الحاجات دي، والمثلثات اللي هي الأدوات المكتبية المصنوعة من البلاستيك. في تحذيرات الفترة دي ظهرت من استخدام بعض المستلزمات دي اللي هي غير مطابقة للمواصفات الصحية وتأثيرها على أطفالنا. احنا بنتكلم على مستلزمات بلاستيكية أو ورقية حتى كمان، في تأثير مباشر أو غير مباشر، ده اللي هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ومدير معامل مستشفى جامعة القاهرة. دكتورة نهلة، أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا أهلا. الموسم والناس بتشتري حاجات وممكن ما تركزش في مسألة جودة المنتج وتأثيره المباشر وغير المباشر على الطفل. إيه الموضوع بقى؟ هو بص هقول لحضرتك حاجة، في بعض الحاجات البلاستيكية بتبقى نتيجة لإعادة تدوير الحاجات الغير صالحة للاستخدام، ودي طبعا لما بنحط فيها المشروبات أو الكلام ده بتبتدي تتفاعل معاها. فاحنا بننبه ان لو هتشتري حاجه بلاستيكيه بيبقى عليها علامه المثلث المتقطع ده في قلبيه رقم 5 ومعموله بي فور بن اللي هي بي كبيره وبي صغنططه جنبها اللي هي بي فور بن. دي المفروض العلامه ان ده البلاستيك ده صالح للاستخدام وغير ضار بالصحه. لو انا ما عنديش الامكانيه اشتري هذا المنتج اللي مطبوع عليه، في عندنا حاجات ستانلس ستيل اللي هي بتبقى حتى يعني علب ستانلس ستيل دي مش هتتفاعل مع الاكل، وحرصا مننا الام ممكن تفرش فيها اللي عارف حضرتك اللي هو ورقه الزبده ديت تحطها دايما، ما بتحطش الاكل بصوره مباشره على هذه العلبه على اساس انه اوقات لما احنا بنحط فيها كذا مره الاكل وبعدين نيجي نغسلها ممكن ما تبقاش تتنظف بالدرجة الكافية، وبالتالي ممكن تجمع بكتيريا وتبقى ضارة وتوجع بطن أولادنا أو تعمل لهم نوبات من الإسهال. ده بالنسبة للمستلزمات اللي فيها الأكل والشرب. احنا هنرجع، طيب معلش يا دكتورة نهلة، احنا عايزين بس نأكد على مسألة لو اشترينا الحاجات اللي هي المستلزمات البلاستيكية والمثلث تاني، معلش المثلث اللي بيبقى موجود عبارة عن مثلث متقطع كده جوه رقم 5 بالانجلش اللي هو 5، ايوه، وبعدين بي فور بين، بي كبيره وبي صغيره تحت المثلث ده معناه ايه؟ نعم، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هذا المنتج صالح، البلاستيك صالح للاستهلاك وان احنا نحط فيه الاكل بتاعه اكتر من مره. ما فيش مشكله اكتر من مره. وبعدين احنا اصلا يعني مامتنا ممكن يتشترى مره واحده بس، وبقول لحضرتك نستخدمه كذا سنه ورا بعض وكل حاجه. لو احنا بنفرش فيه حاجه ما بيتحطش بيه الاكل بصوره مباشره، مش لازم كل بدايه عام دراسي نجيب تاني، لا هو ممكن نشتري مره واحنا نحافظ على نظافته. طب يعني الارقام الثانيه يعني الارقام الثانيه، يعني لو لقيت جوه المثلث 1 أو 2 أو 3، احنا معانا لحد 7 أرقام. لا هو ده المنتج بالمواصفات دي، هو ده المنتج. اي لعب اوقات بيروحوا حاطين بي اي تي بطريقه كده معينه بحيث انه يحط البي بردك البي فور بين، وهنا هو كانه استخدم، دي حاجه مش مظبوطه موجوده. ده معناه انه ريسايكل يعني معاد تدوير غير صالح للاستخدام. هو بيحاول يتلاعبوا بالكلام ده، مش مظبوط. احنا الصالح للاستخدام لاولادنا هو المنتج اللي عليه المثلث ده، 5 او نستخدم خامه ثانيه اللي بقول لك ستانلس ستيل، مفيش اي مشكله. ستيل يعني في لانش بوكس ستانلس ستيل، في زمزميات ستانلس ستيل موجود. احنا بس عشان لو اضطرينا ان احنا نشتري بلاستيك بنبقى عارفين المثلث رقم 5. ايوه يا فندم. طيب عليه البي فور بن كبيره وواحده صغيره. طيب احنا كده عرفنا نستخدم ايه. طيب ايه المشكله اللي بتيجي بقى من الحاجات التانية؟ يعني بالنسبه للاكل والشرب ممكن يعمل لي ايه؟
هو هيتفاعل بالأطعمة، والمادة بتاعته المصنع منها أوقات بتبقى بترص بالرصاص، وده بيبقى على اللونج ران أثر تراكمي طبعا مش هيبقى في ساعتها، مظبوط. بيبقى ضرب الكبد والكلى. طيب الحاجات التانية اللي مش أكل وشرب، يعني لو أنا بستخدم أدوات بلاستيكية تانية، عندنا المساطر، عندنا الحاجات دي، إيه بقى الأضرار اللي ممكن تنتج عنها؟ برضه نفس الحكايه، ان هو لو مثلا ايد بتعرق او حاجه، او بيستخدمها اكتر من مره وهي قابله لانها تتفاعل معاه، ممكن تبقى على اللونج ران تعمل له التهابات، والالتهابات ممكن تؤدي الى اورام. بس برضه ده مش يعني مش النهارده هيحصل كده بكره يعني لا لا، ما هيحصل هو الاورام مع والالتهابات، لا الاستخدام. بطول الاستعمال وبطول الفتره والاستعداد الشخص للاصابه. للإصابة دي نقطة مهمة جدا يعني، وجرس إنذار للناس واحنا داخلين على موسم المدارس، نخلي بالنا قوي من نقطة نخلي بالنا من أطفالنا يعني، على الأقل إذا ما قدرناش بنحاول نتحايل على الأمر زي ما قالت الدكتورة، بنجيب ورق اللي هو ورق الزبدة ده ونحطه جوه الصندوق، نحط فيه الأكل والشرب. الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ومدير عام معامل مستشفى جامعة القاهرة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعلومات دي، وبنأكد تاني نخلي بالنا وإحنا بنشتري حاجات الأطفال وإحنا داخلين على المدارس، سواء الحاجات اللي بنستعمل فيها أكل وشرب أو حتى الأدوات المكتبية التانية.